كان وكيل الوزاره مدير دكتور في عدوى، وحاليا انا المشرف العام على موضوع العزل الفوجي. احنا خلاص احنا جهزنا الحمد لله رب العالمين لخدمه اهالينا، خدمه اهالينا المرضى. ما عندناش اي مشكله والموضوع بسيط جدا ان شاء الله. احنا مستشفى العزل جهزناها بجميع الامكانيات، احنا هنستقبل المرضى الايجابي ان شاء الله بطاقه استيعابيه حتى الان 32 مريض، وهنستقبل مرضى العنايه المركزه للمريض اللي محتاج عنايه مركزه او رعايه مركزه، ومجهز على اعلى مستوى برضو. انا بحب اشكر واتوجه بالشكر الخالص لكل زملائي الاطباء والتمريض المشاركين، وبتوجه بخالص الشكر برضو لجامعه اسيوط اللي بصراحه تعاون ما بعده تعاون، كلها كتيبه، ما فيش فرق بقى بين صحة وبين جامعة، كلنا موجودين، عندنا أساتذة مساعدين، عندنا مدرسين مساعدين، عندنا مدرسين، عندنا نواب، عندنا ناس من الصحة، عندنا ناس من مكافحة العدوى، عندنا ناس من الجودة، كله موجود، أخصائي التمريض، كل الناس اللي موجودة اشتغلوا قبل كده في العناية عشان يبقى اللي هيقدم الخدمة الطبية جوه على أعلى مستوى موجود في أسيوط. النهارده تم تشغيل المعمل بالكامل، وعندنا طقم جاهز، عندنا طقم من الفنيين موجودين خلال 24 ساعة. عندنا مدربين طبعا على ان شاء الله على احدث مستوى، عندنا مخزن فيه كل الكيماويات اللي احنا بنحتاجها، كل الادوات اللي احنا بنحتاجها بكميات كبيره جدا، عندنا طاقم تمريض موجود داخل المعمل عشان التعامل مع العينات، عندنا عمال طبعا مضافه، المعمل مجهز ان شاء الله بكل حاجه فور سيفتي للناس اللي شغاله، في اماكن للتعامل مع العينات مخصوصه، اماكن لفصل العينات مخصوصه. صراحه اول ما الجواب جه ما حدش اتاخر في الوضع، ما حدش اتاخر او اتردد ان هو يجي المستشفى العزل عشان ده دورنا، لان ما كناش احنا هنشارك في الوقت ده، فيبقى ما لهاش لازمه ان احنا نفضل في الطب. جينا الصراحه انا اتفاجئت بالمستشفى، ما شاء الله مستشفى بوتيجي المركزي مجهزه تجهيز كامل وعلى اعلى مستوى، يعني مستوى عالمي الصراحة. أنا انبهرت باللي شفته في المستشفى النهاردة. البروتوكول المصري من أقوى البروتوكولات العالمية. لو نراجع حضرتك الهند صنعت الكلوروكين وأمريكا استعانت بيها، لا إحنا عندنا الحمد لله اكتفاء ذاتي من الأدوية، في دعم جيني من وزارة الصحة أدوية، لم يبخل الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل الوزارة على المستشفى بأي مستلزمات، وفي دعم الحمد لله رب العالمين من قيادات الوزارة كلها. عندنا بروتوكول لازم من وزارة الصحة بكيفية تحديد كل حالة من حالات السلاس، سواء كانت حالة مايلد أو مودريت أو الحالة السيفير، وعطاء كل حالة العلاج بتاعها على حسب البروتوكول. واجبنا ان احنا هنا جايين نساعد المرضى بتوع كورونا، عايز ان احنا يعني خط الدفاع الاول موجود في المستشفى، وان شاء الله ربنا يوفقنا كلنا ومن كل الجمهور حوالينا ان احنا نخليك في بيتك عشان ما يضطرش تسجلنا هنا. التزموا بقواعد الفيكشن كنترول، اغسلوا ايديكم كويس، حاولوا تقللوا التعاملات على قد ما تقدروا، احنا موجودين هنا عشان خدماتكم، علشان العدد ما يزيدش والاعداد اللي تبقى موجوده نقدر نقدم لها خدمه كويسه، ونقلل عدد الاصابات وعدد الوفيات، ونطلع بتيم ابوتيك ده من غير ما تبقى عندنا اي اصابات. ما كناش خايفين ولا خايفين، بالعكس احنا حاسين بالمسؤوليه تجاه المرضى. بنوجه رساله لكل الناس، خليكم في بيوتكم عشان احنا في شغلنا على شغلكم. ربنا يساعدنا كلنا وربنا معنا.